شوفوني. يعني خلاص يا حضرة الضابط أنا براءة أروح البيت. نعم، ولا كل مدي حق الزبالة يدور فيها غير إنه هو اللي خاش السلاح. نعم الله، عاد أنت ربعك كله مدراء ودراء. سكر تلفون السكفة. ولا كلمة ولا كلمة. هذا الكيس اللي عقب ما أقطعك أحطك داخل. تعال انا ماني مسؤول عن تصرفاتي الحين. الله، اما طبخه مو طبيعيه. انت ترى يا ملايش على فكرك ما شاء الله عليك، لا حبيتي تطبخين لا قصدتي. ها ما تنصادين، طبخك مو طبيعي. بالعافيه على قلبك. يمك عقب هالاكل الوحوشيه ودي اروح اقرم المخده. خلاص يمه، روحوا فوق بدلوا هدومكم، البسوا بجاماتكم، فرشوا اسنانكم وناموا. بس ما ترى ماكم عجون. ليش ماكم عجون؟ كنا يواعوا كليناه. عدل 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 عدل. انا شوفي، انا ما استبعد اي شيء من هالوحوش اللي عندك، لان شنو لما ياكلون يحلون، فيحلون شنو معجون الاسنان. عادي عادي عادي، روحوا. يلا يلا نصبح على خير. يلا باي باي. صدق بس الريال إذا الله خير ما قصر. لا الريال طيب، الريال طيب ومحترم وحليو. إيه لا لا، وايد 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 طيب. يعني مو مضايق؟ لا ما أعتقد، ما أعتقد يضايق. ليش؟ لأن هذا ترى يدور الأجر، عرفتي؟ والزين في عائلتنا إن الكل يأخذ أجر منها. ماكو بس أنا مستحيب ولايش، أول مرة فضائحنا تطلع برا. ليش تبغاني عنك؟ يعني ما أدري، يعني بعد عادي. عاد شوفي، مدام سالفة صغيرة عادي تطمطم، السوالف الكبيرة هي اللي تفوح ريحتها. هي فضايع كبيرة. يعني البيوت الكبيرة هي اللي فضايحهم تبين، احنا بيتنا صغير، من يدري؟ أقول بولايش، أنا أبيك تروح السوق تشتري لي كم نفنوف بدال الذهب. انت هيك قاعد تحاكين ولا قاعد تحاكين طوفه؟ لا حاكيك. اي يعني دلع حريم. ليش نفانيف ايش فيهم بعد؟ ما فيهم شيء، بس لا تنسى اني انا حرمه زعلانه، وعشان مره ثانيه تستعمل عقلك. اخي لا تذكريني، لا تقولي لي حرمه زعلانه، ترى قلبي عورني. اذكرك. خلاص ولا يهمك. انزين حاكيك، ما تعرفين محل يسلف؟ لا ما اعرف. لا خلاص عيل، انا ان شاء الله اول ما يعني الله يرزقني ما راح اقصر معك. تدي يا حولي ابو لايس، الله سبحانه وتعالى رازقه في مره بنت حلال. يا عمي ملايش وايد طيبه وايد زينه. لو هي ما هي زينه ما صبرت على بلاويه، كل يوم ونهار ثاني جايب لها مصيبه اكبر من الثانيه. وانت عمي ما تجيب مصيبة؟ هيا الهيث، أنا أجيب مصيبة؟ عمي لا لا، أنت فهمني غلط. بعض مرات كلامك ما له معنى، تقول خيط وخيط، قول أمين. آمين. الله يرزقني بمرة مثل ملايش وتصبر على غيرتي. آمين آمين يا عمي آمين. يلا قوم سنع الدوانية وذهب شايك وقهوتك، الربح الحين على وجهي. على امرك عمي ان شاء الله. يا الله يا ربي ترزقني في مره مثل ملايش. يا الله يا رب. مقروض 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 مقروض، اي والله مقروض. يا بطني يا اخ. اوف يا الله، قله قله قله. لا مو كذي، اكلت وايد، انا وايد وايد اكلت. الله طبخه مو طبيعيه. لا انا قاعد اكل وانا مستحي منها مسكينه ملايش، رايح احددها بالسكين. هذه حاله بالله. اخي بعد عمري حريم اول، حريم اول يقدرون ازواجهم، مو حريم هالايام. عسى ما شوي اختلفت ثانيه ولا الريل طايح بالسجن بالنظاره. شفيك بعد عمري تحاكي عمرك؟ بعد عمري والله عمرك طويل ابوي انت. لا لا يا بقول لك انك تسلم ايدك على هالطبخه المو طبيعيه. يعطيك الف عافيه،
شفتك اكلت وايد، خلصت القنشة كلها. انا لان على يوع، انا لما ناكل على يوع اصير اثول. اكل وبس، ما ادري ايش قاعد يصير فيني. الله 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 الله. انا بس استغرب من هالناس هذيلا، تدرين استغرب من هذيل اللي يقول المطعم اخوي طرش لنا، ياكلون المطاعم وهادينك للبيت. اي والله انا بعد مثلك. تصدق تصدق لو هالمشاريع اللي سويتها وخسرنا، انا اقول لو فاتحين مطعم ببيتنا مو احسن؟ شنو؟ لحظه مطعم وبيتنا؟ انا ماني فاهم. لا يعني مو الحين، انا اقول قبل. الحين قبل ما فرقت يوم. لا ايش كملي كلامك، خليني خليش معي عشان افهم. انا الحين لحظه شويه، قلتي لي مطعم نفتح ببيتنا، شلون؟ انا افهمك، مو في ناس كبار يسوون عزايم؟ يعني يطلبون بوفيهات، وفي ناس تي من برا يحبون يجربون الاكل الكويتي، فيتصلون على المطاعم يطلبون الذبايح والبوفيهات. انا اقول ليش ما نسوي الذبايح والبوفيهات والاكلات عندنا في بيتنا؟ والله كلامك عدل، والله كلامك شكر. نعم، ليش يطلبون من برا؟ ليش ياكلون من برا؟ احنا اولى، صح؟ انت جاهزه؟ انا جاهزه، بس محتاجه يكون معي فريق. انت لو تبين منتخب البرازيل اي بلدش؟ شبث منتخب البرازيل، انا ابي حريم تساعدني بالطباخ وانا اكون المشرفه العامه. ام ليوش مشروعك كبير، شغل عدل على كيف كيفك. الله، بس الفكره دشت براسي هني. خلاص انت من اليوم ورايح بسميك الشيف ام ليوش. خلاص انت فكرتي، خلي التنفيذ علي انا. بس يعني يا ريت لو شوية فلوس علشان أنا أباشر تنفيذ المشروع. عندك؟ يلا أعطيني. شنو؟ ليوش ما تقول ليش راح تسوي بالكلب؟ ما أدري. يعني خلاص راح تودي حق جسوم؟ تسوي يعني بكيفي؟ هو كيفي ابوك لتش طلعوا وقاعد يهدد ويتكبر فينا. تسوي يعني وين ودي؟ ما لنا نودي حق جسوم. انا خاف جسوم ياخذه ويضيعه وما يهتم فيه. كيف هو عشان نشوته؟ انا عاد جسوم وحش وراح يكون معانا، ما راح يكون ضده، ولازم ربي الكلب هذا كأنه يربي واحد من اهله. صدقني مو قادر افارقه ولا قادر ابعد عنه، لكن سموتي زين طيوش، انت راح توديه الحين؟ لا، لازم نقعد مع اخر لحظات واحلى لحظات نودع فيها. سموتي انا ادري انك زعلان لانك بتفارقنا، وادري ان الفرقه صعبه، بس اسوي ابوي الوحش قاعد. يا سموتي، تذكر ايام اللقمه لما كنت اشاركك فيها بالصحن؟ تذكر لما كنت اكل معاك؟ لما كنت الاقمك من حلجي؟ يا سموتي راحت الايام. راحت. سموتي انت قلبك طاوعك انك تروح؟ قل لي عشان طيوش لا يسمع. لا، يقول ما يقدر يروح، ما يقدر. باين عيونه تسولف يا لايش، عيونه تسولف. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الله بخير، شلونك اخوي؟ الله يسلمك حبيبي. عندنا مشروع، عندي مشروع جديد توني داش ان شاء الله على بركه الله. ان شاء الله. اي، فبحط اعلان بالمجلات الاعلانيه، الجرايد الاعلانيه هذه عندكم؟ عندنا ان شاء الله. عندكم ممكن؟ ان شاء الله. انزين، الله يخليك. احجامكم ايش كثر عندكم؟ نص صفحه، صفحه، شنو عندكم؟ في صفحه ونص صفحه، كيف اللي بده يعني. صفحه ونص صفحه، وهذا في اشياء. انزين، اقدر احط صوره زوجتي غلاف؟ ليه، هي مذيعه؟ لا مو مذيعه، طباخه. طباخه؟ انت ايش قاعده تقولين؟ هذا اللي سمعتي؟ شفيك طباخة شغلة شريفة،
بعدين احنا مطلوبين، احنا ناس فقاره يا يبا. وبعدين لا تنسين ان القسط بيحل علينا بعد شهر ونص. يعني انتوا الحين ما عندكم شيء كلش؟ والله كلش خالص ما عندنا، والله صدقيني. حتى الشلب يبي يبيعونا العيال، وقاعدين يودعونا الحين برا، بغى يودر ابونا. ايش قاعده تقولين؟ لا 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 تبعدين العين عنكم، ولا خايفين الناس يتسلفون منكم؟ لا يا عيوني، السوالف هذه مو علي انا. انا سامع الناس يقولون بولا ايش عنده فلوس بس يبعد العين. يا معوده ترى بروحي من بطه شبدي، صدقتي صدقتي، ما صدقتي براحتك. تعالي ايش رايش تشتغلين معاي بقسم اليريش والهريس؟ ايش قلتي؟ ولا يهمك، اشتغل وزيرة. لا وزيرة لا، ترى انا احترت معاكم، هذا ما يبيني اشتغل طباخة، وانت ما تبيني اشتغل وزيرة، والحل؟ يما انا نبهتك طباخة ما تشتغلين، مفهوم ولا لا؟ ليوش ليوش روح يبا روح، معترض لي على الاكل يما؟ لا تنادينا، ما لا تشغل فيه، خليه يولي يزعل ساعة بعدين يرضى. يعني طيوش يا يما، انت راضي اني انا اشتغل طباخة؟ أفا عليك أمه، ولو أي شيء يصير من إيدك نقطب الحفرة ما عندي مشكلة فيه. ولا تعاتين سبوتي، ترى خلاص بنودي حق جسوم. ميزين اللي فكيتنا منه، سمعت كلام أبوك وما تهورت. أعجبك بالوحوشية؟ أقول طيوش أمه، أنت مو راضي إني أنا أشتغل وزيرة، مو كذي؟ لا وزيرة لا، إذا اشتغلت وزيرة أنا أذبح روحي. ورويسك يا يمه، أنا برفض الوزارة بس على شانك. وحشة هاي. راجل
عن ابنك. ابو علي يا اخوك عسى ما شر، صار لك ساعة وانت تفرش تفرش في هالمسبح، زين اللي ما انقطع. شو اسوي يا ابو صالح؟ انا مقهور مقهور، عيل انزل نفسي حق ابو العايش وادز مرتي اقول لها روحي شوفي يمكن يعطونا من فلوسنا اللي نبنهم، وتاليتها يطلع خرطي وما عنده. ابو العايش الله يرضى عليك ما عنده شيء، بعدين اللي فيه كافيه. ويهانتي يا ابو صالح يهانتي. ها وش عليه؟ شلون ايش عليه؟ هو ما له ذنب، حريم وبيناتهم. هالحين انت بتصير احسن مني انا اللي اطالبه فلوس وساكت؟ اقول بصالح ايش رايك نكتب كتاب للمختار علشان يطلع من الفريج لان اذى الايران. اقول ابو علي انت باي ولايه قاعد؟ شنو؟ اقول كمل استكانتك وروح بيتكم، الظاهر انك مريض. اي نعم. اصليين ولا تقليد؟ اصليين يا يبوي، هذا مو مجدور هالايام، هذا الجدور القدم. شيء حلو. زين الكروت سويت فيهم؟ الكروت باكر يخلصون ان شاء الله. انت مالك شغل، انت يبوي الله ما اعطيك مدير اعمال صخر واحده بواحده. نانسي منو عندها جيجي لاماره؟ انت منو عندك بولايش لاماره؟ شوفي انا شو اسوي، شوفي انا شو اسوي. انا ترى ال 200 دينار اللي اعطيتيني اياهم انا صرفتهم على النثريات وعلى الجذور وعلى الكروت وعلى الاعلان، عرفتي يعني الصوب الصوب يعني، عرفتي؟ زين بولايش ما قلت لي بالكارت ايش كتب؟ اسم الشهره ولا اسم الصجي؟ اسم الشهره؟ طباخه ولا رقاصه انت؟ بولايش هالحكي؟ لا هي بكتبت اسمك بس، اسمك الاصلي كذي احلى. زين سويت، المهم الله يوفقنا ونحصل على الفريق اللي يتوافق مع افكاري. الله حكيك حلو وغلج بنفس الوقت، بس ان شاء الله يا رب نلقى الطباخات. ان شاء الله نلقى. اقول لك عاد انا ابيك تساعدني، انا ما اعرف ارد بالتليفون واتحجى بهاي الطريقه يقولون. عرفت عرفت البرستيج. اي البرستيج. برستيج مال راس، برستيج برستيج مال شعر. المهم انا ابيك تساعدني. اساعدك اساعدك، ابيك تساعدني بالبرستيج، ما ادري عاد نجوى كرم وانا ما ادري. ايه لزوم الشغل، الشغل يتطلب ذلك. يا قلبك صارت نحول، ايش فيك انتي؟ حاجيك عيالك وينهم علشان يشيلون وياي اغراض السياره؟ ليوش بغرفته زعلان، مو عاجبته الشغله الجديده، قلعته. وطيوش يغسل السطح، وعلى فكره عطى كلبه حق رفيجه جسوم واعتذر لك من لجنه التحكيم. يا معوده قلعته هو وقلعت لجنه التحكيم بعد. زين الو مكالمة. الو هلا، منو معاي؟ اي نعم اي نعم بولايش معاك، منو معاي؟ حميد. حميد منو؟ حميد اخو لفته. اخي القهر، امي طباخة طباخة. اخ وين ودي وجهي من الناس، اطفي راسي بالرمل. بس قالوها ما كل من ذاق الصبابة مغرم. شكو بس هم اخي القهر. اخ يعني شلون احنا ما نخلص من لفته وشله لفته؟ يا بنت الحلال عاد لا تصيرين كذي انت، انا ايش دراني بعد ريال دق علي وحاجيته. لحظه شوي. الو هلا 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 مرحبا. هلا والله شلونك؟ شو اخبارك الغالي؟ اي نعم اي نعم اي نعم. بخصوص الاعلان، انت وخواتك اي حاضرين؟ عندكم سياره انت ولا ما عندكم؟ ما عندكم سياره؟ انا اجيكم حاضر برسم الخدمه. مواقف الجمعيه حاضر حاضر ولا يهمكم. شو وين نروح؟ البيت عندنا؟ لا لا احنا ما عندنا مقر مكان ثاني، لا احنا البيت عندنا، احنا نخاف من العين والحسد الله يسلمك. اي نعم انتم بس توصلون سووا لي رنه انا اجيكم على طول. يلا سلمي على الخوات. الله اي هذا رقم تليفوني، هذا سجلي عندك. يلا فما الله فما الله يبا، مع السلامه.
وانت على اي اساس تقول لها سلمي على الخوات؟ تعرفهم يعرفونك؟ وش حاجه تعطيها رقم تليفونك؟ يلا يلا بدت الغيره. بلا غيره يغيره اكثر. مو ما تبي تشتغلين انت بابا؟ ايش هالغيره هذه؟ بس خلاص عاد خفي شويه. شغل تليفوني حاطه بالاعلان، يعني تليفوني الحين سبيل يدقون علي وايد. شلون يعني؟ اذا رد على التليفون، بس لا تضحك معاهم ولا تاخذ تعطي وايد. الو نعم. يا هلا، اهلا وسهلا. يا هلا، من معاي؟ خبيرة الطبخ الكويتي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا مرحبا. وبعد خبيرة في المخلل. اي انطرشي، بارك الله فيك. حمزين بعد لو سمحتي، كم عمرك انت؟ اي 52 سنه. حمزين والله تمام، يعني خبره ما شاء الله، يعطيك العافيه. اي يخسي شنو تريعه كباب وجهي ما. الو اي لا لا خلاص، طال عمرك تشوفي. انزين انت متاكده؟ اخاف داقه غلط يعني. من الرقم اللي بالاعلان. قلت لك الاعلان مسوي شغل. اي ان شاء الله ولا يهمك، خلاص احنا جايين ان شاء الله ولا يهمك الغاليه ولا يهمك ابوي. انا شوفي حسب خبرتك وحسب الصوت اللي قاعد اسمعه، زين انا متاكد انك قاعد تكلميني من معرض الدياي اللي عندنا بالمنطقه. عدل عدل عدل. يلا انا جاي. يلا جاي. فما الله الغاليه، مع السلامه، في امان الله، باي. ورايح؟ انا بروح عشان الحق عشان اخلص شغله. بس بشرط مو تقعد تسولف وياهم تضحك معاهم على طول، تروح وترد. يرحم اهلك لا تغارين عاد. يبا خلني اشتغل. ها
هذا كنا مشروع جديد. عمي ايش فيك ايش فيك؟ من لاحقك؟ عمي بولايش همك بولايش لاحقك لي مهني؟ عزت الله ينو قاعد. لا عمي مو لاحقني ورايح بيتهم. عمك بولايش ما دام انه رايح بيتهم انت ليش جاي مرعوب؟ اصبح انت المجنون مو بولايش. عمي انت مو تبي مره؟ مو تبي تتزوج؟ هذا انت قلتها. ما خلينا باب الا طقيناه وماكو فايده. عمي انا شفت عند بيت بولايش وايد حريم يدشون داخل بيتهم. ما ادري عمي بولايش يبيع حريم. ها؟ مو بيتنا. مو بيتنا. شلون نصعد بيتنا ننزل مو بيتنا يعني؟ يمكن احنا نازلين من سلم الجيران. لا يبقى كاو درينا هذا حلي. ها؟ عيل سواها ابوي وباع البيت. باعنا وباع البيت؟ شنو كذي جد مرة واحدة؟ ايه باعنا وبدون لا يستشيرنا. شكم قاعدين كذي على الدري؟ نزلوا استريحوا خل نشوفكم. هذا بيتنا هم تعزمينا؟ انت هيك وانا مو ابوي. كليتيهم؟ امكم وابوكم فوق. ها؟ والله يا خوات مبين من عيالها ما شاء الله عليها طباخة ممتازة وملايش. يلا يا بابا خلصي بسرعة نعطينا العالم. يلا اصبر خلي احط مكياج اصير حلوة. شو تحطين شنو انت ما تبين موس وتحطين لحيتك بعد على ايش قاعد تسوين كذي انت يا عمي؟ خلصي بسرعة عاد انت حلوة بدون مكياج. يلا بابا يلا ما يصير انزل لهم كذي بسرعة. ايش يقولون ما صدقت؟ خلي اقطع قلوبهم شوي. ايش تقطعين قلوبهم وزيرة انت؟ يا عودة نزلي اكسلات طباخة. لو سمحت شيف. اي شيف يا عمي؟ احنا شفنا شيء خو ما شفنا شيء. انا من الصبح انا قاعد انوقف سيارتي مني ومنك انوقف للحريم والحين كاني قدامك. يا ظالم يا وحش ليش تسوي فيني كذي؟ ليش حرام عليك انت مسكن لما انت مكن يا ام غاكن. ابوي باعنا ابوي باعنا باعنا ويا البيت ومرخص الثمن بعد. ابوكم باعكم شلون؟ تقدرين تقولي لي الحريم اللي قاعدين تحت شنو قاعد يسوون؟ اكيد يبون يختارون من يخدم فينا انا ولا طيوش. صج بعتهم؟ شكو خرفانهم عشان ابيعهم؟ شوفي عاد الحشيمه حق هالضيوف الحريم اللي قاعدين تحت ولا هذيل الاثنين المفروض انا اشوي بصل على اذونهم. يلا لا تدور خليني اعطيك ها. يبقى لو سمحت تطلع برا بتفاهم يا هموش. بالي بعد ثلاث بيش بتخلك ريان. بسرعة قبل لا يطقنا هذا بسرعة يا هيبا الله يخليك. شو اي والله ما يقرون. يا بنات ابشرتشن يبا ها كاهي الشيفة وصلت الطباخة وصلت. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. Ah!
يلا صفن 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 بالدور صفن بالدور. طبعا اعرفك بنفسي اختك منشمي. الله حياك الله. هلا يا حبيبتي. مبينة لها دمها خفيف وايد. ايه ايه دمها وايد خفيف وايد. راح تلقينها ان شاء الله. هذه اول وحده قدمت اوراق اعتمادها وياك. اها. اي نعم تفضلي تفضلي. نكست. تفضلي. اختك نعيمه وبناتها. الله نعيمه عرفتيها؟ هذه موزه. هذه ما يحتاج اقول لك بعد. موزه. هذه موزه. اي 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 هذه الورده. قشرها. يا هيا وهاي وهيا. هذه طبعا الجوزة. هذه هم بنت نعيمة. هذه نكسرها. يا الله. يا تفضلي. ناكلها. يا حلو. اهلا مرحبا. يا هلا مرحبا. اهلا وسهلا. هيا وهاي وهيا. ايش فيك على هيا وهاي وهو؟ يبا هذا رمز بيني وبينهم. هاي كلمتنا حق الحماس عشان ياخذون حماس شويه. ايش فيك؟ أنا قايلت لك يبلي طباخات لبنانيات. لا لبنانيات لازم ما نقول هي وهاي وهي. هي شنو؟ هو وهذا وهذاك. زين اسمعيني. ايش تبي؟ انت روح المطبخ شوف الدياي. أنا هني بقعد أجاب لهم. إي إي تعالي الدياي خلينا نروح. يلا يلا. عن إذنشن. شرفتونا. زين ما قلتوا لي شنو شهايدكم؟ هو إيش فيك توسوسين؟ رفعي صوتك شوية خل نفهم. أبي أسمع شو تقولين. يغرب لك يا أبو العيش وهقتني شو أقول الحين. حبيبتي هذا هو صوتي كذي. ما أقدر أعلي صوتي بعدين أخاف ينبح علشان الطباخ. شكو أنت بتطبخين بحلجك ولا بدينك؟ هذا اللي بروح أقط قنبلة في حلجك الحين. بتسوي علينا انقلاب ولا شو؟ مالك مني انت ردي علي. انا صوتي كذي ما اقدر اغيره. طبيعه من الله. كارثه. شنو ديايتين مبيوقين من دياي اللي بالثلاجه؟ من الحرامي اللي يتجرأ وياخذ الدياي. ما ادري حرامينا منه وفينا الظاهر. المشكله الجواب ياكلون مش نطبخ لهم. ما يصير. ما تكفيهم دياي واحده. شو نسوي؟ ايه انا اقول لك راح احط في باقي الدياي فلفل عشان لا ياكلون وايد اكثر. ايه انا بغيت اسوي كذي بعد بس قلت اول شيء استشير. ايش رايك؟ لا مسموح. ازيد فلفل؟ مسموح. هيا وهاي وهيا. حياكم الله. اخت نعيمه ما قلتي لي انتوا ايش تشتغلون؟ احنا؟ ايه انتوا؟ احنا طال عمرك نشتغل دقاقات. شنو؟ دقاقات؟ احنا ما قلنا نبي دقاقات. أنجلا. أبو العايش الحق علي. أبو العايش الحق علي. شيك صاير بعد؟ بنات نعيمة. بنات نعيمة؟ ايش فيهم؟ بالعكس يبا يا حلاتهم ويزينهم بنات نعيمة. بالعكس أنا شغلهم وايد عاجبني. وانت اشتراك بشغلهم وايد شفته. حبيبي بنات نعيمة طلعوا طقاقات. شنو؟ طقاقات؟ طقاقات. انت متاكد انك كتبت بالجريده في الاعلان نريد طباخات؟ اي متاكد كهذا. هذا الاعلان اللي مال الجريده. اقري بروح شو تاكدي. ايش فيك ايش فيك؟ اقري. مو ايش فيك؟ نريد طباخات. اي الحين شو الحل؟ ما ادري ايش الحل. شنو ايش الحل انت؟ يعني تبيني قاعد اطرد بنات خلق الله؟ لا يبا لا هذول بنات طيبين انا وهادين. ما ابي اطرد احد. ما ابي اشوفك وايد تدافع عن بنات نعيمه. حبيبي لا تنسى انا ملايش انا وايا. انت شنو؟ وايا. زين حلجك لا يطيح بس وايا. يبا تحكي عدل عدل. لا تقعدين تفرين لي حلجك يمين ويسار. ترى انا ملايش وانا عارفك وباقصك عدل. طح هذا
أنا من زمان أتكلم كذي، بس لما أخذتك أنت اللي غيرت حجوتي. تصدق حتى البنات صدقوا إني أنا أتكلم كذي. البنات صدقوا؟ إيه. إيه مو كل الكويت مصدقين إن حليبة تتحكى كذي بعد. يا معودة شوفوا يا عاد لا تقيسوا لي سوالف. يلا عاد يلا تحكي عادل يلا. وي ما أقدر الحين، تعال وراي، تعال يلا. يلا. يلا تعال يلا. تفضل. شيء غريب، مرتي تغيرت. يلا تعال يلا. مو كذي هي الطبيعي؟ يلا تعال يلا. هذيل ايش فيهم؟ ما ادري وين راحوا. صبري يا منشمي، الغايب عذره معاه. يلا يا بنات، يلا يا بنات، هلا بالبنات. كاهي يبا الشيفة وصلت. الشيف حظي. الشيف الشيف ام لايش وصلت. يلا بشرهم بالبشار اللي قلت لك عنها. انا بشرهم؟ إيه؟ حاضر. ابشركن كلشن، ابشركن كلشن ان الشيف ام لايش قبلتكم كطباخات. هي وهاي وهي هي وهاي وها هي وهاي وهي هي وهاي وها. بس كان بس كان بس كان بل مش كان بس كان بس كان فوق بس كان بل مش كان مرة أحس إني أنا قاعدة أسوي شيء حق البشرية. شفت الفرحة بعيونها؟ فرحتيني أنا، عبالي صاير فيك شيء الله يهداك. ويا وجهك هذا كأنك بيتزا أفغانستانية، ما شو صايرة؟ يعني مو حلوة؟ بلا حلوة حلوة. من يطق الباب؟ ما أدري، بروح أشوف. زباين زباين. يلا يلا عيشوا الفرحة، عيشوا الفرحة. يلا. يا عمري يا حياتي. بعد عمري والله انت ابوي انت. ليش تسرع؟ ليش تسرع؟ في احد يسمع كلام يا اهل؟ اوه شنو هذا؟ ليش؟ ليش؟ بابا لا يخسي ولا